بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركاته ورحمته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. عاوز أتكلم مع حضراتكم النهاردة في بعض التأملات في لحن من ألحان الكنيسة القبطية الجميلة اللي بنحب نصليه دايما، واللحن ده بنصليه بلغات مختلفة، وبنصليه في الفترة من توزيع عيد العنصرة وبالتحديد بعد المزمور الفريحي لحد عيد الرسل. كلكم عارفين طبعا اللحن اللي قلنا كده عليه هو لحن آسومين تو كيريو، أو فلنسبح الرب لأنه بالمجد بالمجد تمجد. وقبل ما ندرس اللحن عاوز أتكلم على طريقة دراسة اللحن القبطي. عشان ندرس لحن لازم بنحط قدامنا 5 أبعاد ندرس عليهم اللحن. أول حاجة للحن بيكون بعد تاريخي، تاني حاجة بيكون بعد طقسي، تالت حاجة بيكون بعد روحي، رابع حاجة بيكون بعد موسيقي، خامس حاجة ومن أهم الحاجات له بعد عقيدي. بعد إيه؟ بعد عقيدي. يعني مثلا إما أجي أدرس لحن أدور على نمرة 1 البعد التاريخي. معظم الألحان عندنا اتحطت في الكنيسة علشان ترد على حاجات كتيرة، فتربطنا ببعد تاريخي نفتكره من تاريخ كنيستنا القبطية الجميلة. على سبيل المثال لحن زي لحن البركة اللي بنصليه ساعة ما الشمامسة كده تيجي تلبس التوني، نقول فيه بالعربي: نسجد للآب، لآب النور وابنه الوحيد والروح القدس المعزي الثالوث الايه؟ الثالوث المساوي. طيب الكلام ده يفكرنا بمين على طول؟ يفكرنا بالقديس أثناسيوس الرسول. حاجة لحن يربطنا بشخصية تاريخية، اللحن يربطنا بحدث تاريخي يفكرنا بمجمع نيقيا واللي حصل واللي حصل فيه، وازاي القديس أثناسيوس بدأ يرد على أريوس اما قال له ان الابن غير مساوي ايه؟ غير مساوي للآب. حاجة تانية ممكن ناخدها الشراط اللي بنصليها في تسبيحة يوم السبت بعد السقطوكيات على طول. الشراط دي تفكرنا بمين؟ تفكرنا بحدث مهم قوي. ايه هو؟ مجمع أفسس. طيب تفكرنا بشخصيات مين؟ البابا كيرلس الكبير، البابا كيرلس الكبير عمود الدين تفكرنا بيه، وازاي كان بيرد على نسطور في موضوع العذراء، وان العذراء كده هي أم الله بالحقيقة، ويطلعوا من المجمع ويقولوا نعظمك يا أم النور الايه الحقيقي، وياخدوا كلام القديس كيرلس الكبير في المجمع ده ويحطه لنا في لحن اسمه لحن الشيرات بنصليه في التسبح. وهكذا يا أحبائي الألحان لها أبعاد تاريخية تربطنا بشخصية تاريخية أو بحدث تاريخي. نمرة 2 يا أحبائي، الألحان لها بعد طقسي. يعني إيه؟ يعني الألحان لها ترتيب معين، لها معاد معين تتقال فيه، ولها مناسبة تتقال فيه. يعني ممكن الترتيلة أقولها في أي اجتماع، يعني مثلا أي اجتماع كده شباب ولا حاجة، من ممكن نقول إيه؟ يا سائح للقاء يسوع أو كنيسة القبطية. كل ما نقول ندخل اجتماع شباب في أي مناسبة أقوله ترتيلة، يقولوا يا سائح للقاء يسوع. طيب اللحن نقوله في أي وقت؟ لا، اللحن ليه ترتيب جوه الليتورجية وليه ترتيب جوه السنة الليتورجية. يعني على طول كده لو دخلت الكنيسة ولقيتهم بيقولوا مثلا سوق تاتي جوم نمبيقو، هقول على طول احنا في اسبوع الايه؟ في اسبوع الالام. اليوم بيقولوا خريستوس انستي، لحن خريستوس انستي، اعرف ان انا في الايام. الاقيهم بيقولوا بجين ميسي، اعرف ان انا في الميلاد. اورانين شوشو، اعرف ان انا في الغطاس. اللحن ليه معاد وبعد طقسي ليه يتقال فيه، وليه مناسبة
بتدل ايه؟ بتدل عليه. ارتبط اللحن بالطقس بتاع الكنيسة واحتفال الكنيسة. يعني مثلا لما اجي اقول اجيوس اوسيوس اجيوس الشيروس، لو دخلت اي كنيسة بتقول كده، اعرف ان انا هسمع بعدها على طول ابونا بيقول اشليل ريني باسي، ويصلي اوشية الانجيل، ونسمع الانجيل في نهاية الايه، في نهاية الاوشية. كل حاجة لها ترتيب، كل لحن له ترتيب وله طقس يتقال فيه. يبقى فيه بعد تاريخي، يبقى فيه بعد طقسي. اللحن له بعد روحي، احنا مش بنقول كده وخلاص، مش بنقول عشان الناس تقول صوتنا حلو، لا لا لا، ده اللحن ده ليه بعد روحي، عاوز يعلمني فضيلة روحية. على سبيل المثال كده بنقول التوزيع، سبحوا الله في جميع قدسيه، هللويا هللويا. اللحن ده بيدفعنا ان احنا كلنا نسبح ربنا، هللويا هللويا، يدفعنا كلنا ان احنا نفرح بربنا اللي موجود بينا على المذبح. اخش كده واسمع الناس بتصلي وتقول انا اعرف ان انا خاطي، لحن تسوقوه مثلا في الصوم الكبير الاسباسموس الواطس، اعرف ان اللحن ده بيدفعني ان انا اقدم توب واطلب الرحمه من ربنا. لحن تاني يدفعني الى طلب الشفاعه، زي بشفاعات والده الايه، والده الاله. كل لحن بنقوله في كنيستنا القبطيه له بعد روحي. اتكلمت لحد دلوقتي على الثلاث ابعاد للالحان. اما اجي ادرس لحن، ادور على البعد التاريخي، ادور على البعد الطقسي، ادور على البعد ايه، الروحي. رابع حاجة يا احبائي، في بعد موسيقي، بعد موسيقي للايه، للحن. البعد الموسيقي ده برضو مرتبط بالمناسبة، يعني ما تخش تلاقي هللويا تقول لا ده الكنيسة فرحانة النهاردة، ده عيد موجود في الكنيسة ايه، عيد موجود في الكنيسة ايه النهاردة، تسمع غلوسة تقول لا لا لا، ده الكنيسة النهاردة في الجمعة ايه، في الجمعة الكبيرة بتحتفل دلوقتي بدفن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. اللحن نفسه له تأثير سمعي وتأثير موسيقي على الايه، على الإنسان. يعبر دايما على الكلمات اللي موجودة فيه. على سبيل المثال مثلا ناخد من الألحان اللي بيقولها أبونا كده في القداس كده، اما يقول حاجات بسيطة مثلا زي اوكوريوس ميتا بانتون ايمون، ده في بداية القداس. الكنيسة عاوزة تقول لك في بداية القداس اتمتع بالوجود مع ربنا، فتلاقي ابونا يطول في كلمة ميتا كده، لو انتوا بتسمعوها كويس يقول اوكوريوس ميتا طب ليه يا ابونا عمال تطول كده؟ يقول لك يا حبيبي اتمتع، اتمتع بالمعيه مع الله. يجي يقول ارفعوا قلوبكم، يقوم مطول كلمه ارفعوا، يطول فيها قوي قوي قوي. طب بتطول فيها ليه يا ابونا؟ يقول لك عاوز اقول لك الكنيسه كلها كده تتلم تتلم تتلم، وتطلع بسرعه الصاروخ، تطلع لفوق في ايه؟ تطلع لفوق في السماء، تطلع لفوق في السماء. اللحن ارتبطت الكلمات بالنغمات اللي موجودة فيه وبالموسيقى عشان تدي لك معنى للكلمات اللي انت بتقولها. اللحن ليه بعض ايه؟ بعض موسيقي. اخر حاجة يا احبائي، اللحن ليه بعض عقيدي. الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتصلي بما تؤمن بيه، ما بنقولش كلام وخلاص، ولكن بنقول كلام يثبت العقيدة الأرثوذكسية المظبوطة. عشان كده أي سؤال تدور عليه كده في العقيدة تلاقيه موجود من خلال الليتورجية، ومن خلال الألحان الليتورجية، ومن خلال القداس، ومن خلال التسبحة، ومن خلال العشية. واحد يقول لك ما فيش شفاعة، تقول له قديمة، ده احنا بنصلي بنقول بشفاعة والدة الإله. واحد يقول لك لا لا، يعني ابو اسم اب وابن وروح قدس كده اله واحد، نقول له لا لا، ده قديمه، ثالوث في واحد، وواحد ايه، وواحد في ثالوث. الالحان جوه كنيستنا القبطيه بتثبت الايه،
بتثبت العقيدة. لدرجة يا أحبائي واحد كده سأل أحد الأحباء قال له كده: هل لديك عقيدة؟ أنت عندك عقيدة أنت؟ قال له: نعم عندي عقيدة. وكلما رددت الألحان، كل ما أقول الألحان كتير كتير، كلما زادت عقيدتي ثباتا في قلبي. كل ما العقيدة بقت جوه قلبي وعمالة إيه؟ وعمالة تثبت تثبت تثبت. كلمنا يا أحبائي على أبعاد اللي إحنا نحطها قدامنا إما نيجي ندرس لحن. قلنا بعد تاريخي، بعد طقسي، بعد روحي، بعد موسيقي، بعد إيه؟ بعد عقيدي. طب ما تيجوا كده بقى مع بعض ونطبق الكلام ده على اللحن اللي إحنا عاوزين ندرسه مع بعض النهاردة، وهو لحن إيه؟ آسومين تو كيريو، أو فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد. تعالوا نحط كده أول نقطة اتكلمنا عليها ونقول البعد التاريخي للحن. اللحن ده اتحط حسب ما الآباء علمونا في الأربع قرون الأولى للكنيسة، يعني في بداية الإيه؟ الكنيسة كده. كانت الكنيسة بتصليه وقعدت تصلي بيه باللغة اليونانية فقط، لأن اللغة اليونانية كانت اللغة السائدة في الوقت ده. لحد القرن السادس الميلادي اترجم للغة الإيه؟ للغة القبطية، وقعدوا يصلوه قبطي ويصلوه يوناني فترة كبيرة كبيرة كبيرة، لحد بداية القرن الـ18 ترجموه للغة إيه؟ للغة العربية. وما الكنيسة انتشرت وطلعت في بلاد المهجر، ابتدأنا نسمعه بالإنجليزية ونسمعه بالسويدية ونسمعه بالفرنسية وبلغات كتيرة كتيرة إيه؟ كتيرة متعددة. ده تاريخ اللحن، ارتبط تاريخه دايما بعيد الـ50، يعني يبتدي أول ما نقوله في عيد الـ50. ليه؟ عشان مرتبط تاريخيا بمواهب الروح القدس اللي حلت على التلاميذ. إما قال كده: امتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح القدس أن ينطقوا، في سفر الأعمال إصحاح إيه؟ إصحاح 2. ده البعد التاريخي للحن. نمرة 2 يا أحبائي، ندور على البعد الطقسي. البعد الطقسي ده نحطه لحاجتين. بنقوله إمتى؟ نقوله يوم الـ50 وطول طول صيام الرسل. اشمعنى يوم الـ50؟ عشان نفتكر حلول الروح القدس على التلاميذ والموهبة بتاعت التكلم بألسنة. وفي يوم الـ50 احنا بنمجد ربنا اللي اتمجد بكل المجد. اتمجد بكل ايه؟ المجد، لما صعد للسماء وارسل لنا ايه؟ البرقليط، وادانا موهبة التكلم بألسنة. فنبتدي نقوله من يوم الـ50. طب نكمل في صوم الرسل ليه؟ لأن صوم الرسل ده هو صوم الخدمة وصوم الكرازة. نفتكر أبائنا الرسل الأطهار لما جالوا في المسكونة كلها يكرزوا باسم ربنا، وكان ربنا بيديهم موهبة برضه التكلم بإيه؟ التكلم بألسنة. طب نقوله أثناء التوزيع ليه؟ لأن في القداس يا أحبائي بنفتكر ربنا يسوع المسيح في مجده. افتكروا كده أبونا لما بيجي يصلي يقول: فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمين أبي وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء إيه؟ مجدا. بنفتكر الكلام ده كله، نفتكر مجد ربنا يسوع المسيح، فنقول: فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد إيه؟ قد تمجد. اتكلمنا لحد دلوقتي في بعدين، البعد التاريخي للحن والبعد الطقسي للحن. طيب البعد الروحي، الكنيسة بتقول اللحن ده وبنقوله أثناء التوزيع وبنقول الصوم، الكنيسة عاوزة مننا ايه عشان تقول اللحن ده؟ تدفعنا ايه روحيا؟ ينفعني ايه في روحيا اللحن ده؟ اللحن ده فيه دعوة للتسبيح، بتدعيك الكنيسة انك تسبح ربنا وتتعلم مهارة التسبيح وفضيلة التسبيح، فتقول لك: فلنسبح الرب. وعشان كده تقول لك ايه الاسباب؟ تقول: لانه بالمجد ايه؟ بالمجد قد تمجد. الكنيسة بتدعي اولادها للتسبيح يا احبائي عاملة زي
مريم النبية أخت موسى وهارون. بعد عبورهم البحر الأحمر عملت إيه مريم النبية؟ جمعت كل بني إسرائيل وقالت لهم تعالوا نسبح الرب لأنه بالمجد إيه؟ تمجد. فرعون وكل قواته طرحهما إيه؟ في البحر. خلصنا من فرعون وكل قواته. كنيسة تيجي تقول لكم تعالوا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح خلصنا مش من فرعون، من الشيطان وكل أعوانه، وقام من بين الأموات، صلب على الصليب وقام من بين الأموات وصعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأرسل لنا المعزي. تعالوا نفرح بربنا يسوع المسيح ونسبحه لأنه عمل معنا الكلام ده كله، والأجل إيه؟ والأجل مجده. تعالوا نسبح الرب لأنه بالمجد إيه؟ تمجد. وإحنا نقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد. دعوة للتسبيح. نمرة تانية اتنين يا أحبائي، دعوة إلى السجود، دعوة إلى السجود. فالكنيسة تقول لك إيه؟ تعالوا يا جميع الشعوب لنسجد ليسوع المسيح صعد إلى السماوات وأرسل لنا المعزي. تعالوا نسجد لربنا يسوع المسيح. تمرضنا على فضيلة السجود. طب السجود ده يعمل ايه؟ السجود ده يعني في اعتراف ان ربنا يسوع المسيح هو الاله الحي. السجود ده يعني اكرام لربنا يسوع المسيح. السجود ده يعني خضوع لربنا يسوع المسيح. السجود ده يعني تقديم، يعني تقديم، تقديم توب. بس كده تدعونا للتسبيح وتدعونا للسجود؟ لا، تدعونا للايمان بكل الكلام ده. الايمان بان ربنا صعد للسماء وارسل لنا المعزي، الإيمان بأن ربنا يسوع المسيح هو الإله الذي يسجد له، هذا هو الله مخلصنا. الإيمان بأن ربنا يسوع المسيح هو المخلص. ثالوث في واحد وواحد في ثالوث. الإيمان بالثالوث القدوس ووحدانية الثالوث. دعوة إلى الإيمان، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. فنقول أمين. دعوة إلى الفرح نمرة أربعة، إن احنا نعيش حياة الفرح. فنقول هللويا. ده هو البعد الروحي للحن، يدفعك إلى التسبيح، يدفعك إلى السجود، يدفعك إلى الإيمان، يدفعك إلى الإيه؟ يدفعك إلى الفرح. اتكلمنا على ثلاث أبعاد نفتكرهم مع بعض: بعد تاريخي، وبعد طقسي، وبعد روحي. نمرة أربعة يا أحبائي، نتكلم على البعد الموسيقي. ودي طبعا يعني الناس بتاعت الموسيقى تفهم اكتر مني في الكلام ده، لكن ملاحظ ان الحان كنيستنا القبطية نقدر نقول 80% منها بيبقى بيتكون من اربع استخونات، يعني اربع فقرات. زي ايه مثلا؟ زي ما اجي كده في التسبحة واقول كده ايه: اعطى فرحا لنفوسنا، ده نمرة واحد. ذكري اسمك القدوس، ده نمرة اتنين. يا ربي يسوع المسيح، ده نمرة ثلاثة. الفقرة ثلاثة: مخلص الصالح، ديت الفقرة أربعة. لكن تيجي تقول فلنسبح الرب تلاقيها أكتر من كده، حوالي ستة مثلا. نقول فلنسبح الرب، أدي جزء، لأنه بالمجد تمجد، أدي الجزء الثاني. صعد إلى أعلى السماوات، أدي الثالث. أرسل لنا البراكليت، الرابع. روح الحق المعزي، الخامس. أمين الليلويا، السادس. ما بنلاقيش ألحان كتير فيها كل الشطر بتاعها أو الربع بتاعها كبير كده. وتلاقي كده الفنان اللي حط لنا الموسيقى بتاعة اللحن خلى اللحن يعبر على الكلمات اللي هي فيه. فلما يجي يقول فلنسبح الرب، ماشي، ده واحد عاوز يسبح ربنا. اما واحد عاوز يسبح ربنا يبقى ايه؟ يبقى واحد فرحان ومبتهج، واحد فرحان ومبتهج. اما يجي يقول كده صعد الى اعلى السماوات، فرحان بصعود ربنا الى اعلى السماوات، فرحان ومبتهج. روح الحق المعزي، واحد فرحان ومبتهج. والواحد اما بيفرح صوته بيعلى. فتلاقي فلنسبح الرب الربع الاول او الفقرة الاولى والفقرة الثالثة والفقرة الخمسة، تلاقي فيهم النغم عالية. نقول فالنوسى، ناس فرحانة، ناس فرحانة.
لأنه بالمجد تمجد وأرسل لنا البراكليت وأمين الليل ويا. ده تعبر برضو عن الكلمات. اما عمل الحاجات دي ادانا سلام وادانا كده هدوء وادانا طمأنينة ان ما ارسل لنا البراكليت وبالمجد قد تمجد. فتلاقي النغمة تهدى شوية، واحدة عالية فرح، واحدة هادية هدوء وطمأنينة كده جوه القلوب، ونمسك اللحن كله ما بين الفرح وما بين الهدوء وما بين الطمأنينة. عشان كده تلاقي الكنيسة دايما كده فرحانة ومبسوطة ومطمئنة وهي بتقول اللحن ده. وده من ايه؟ من النغمة الحلوة الموسيقية اللي حطها لنا الفنان اللي لحن اللحن الجميل الجميل ده. يبقى قلنا بعد تاريخي، قلنا بعد طقسي، قلنا بعد روحي، قلنا بعد موسيقي. نوصل بقى لنقطة مهمة قوي، وهي بعد يا أحبائي أخير، وهو بعد عقائدي. بعد عقائدي، كنيسة بتقدم لنا مفاعيل الخلاص، بتقدم لنا ربنا يسوع المسيح عمل لأجلنا إيه. تقول لك جعل الاثنين واحدا السمائيين والأرضيين. ده ربنا يسوع المسيح ده هو اللي جه لأجل خلاصنا، جه ونقض العداوة ما بين السمائيين والأرضيين، زي ما بنقول كده في القداس الأغرغوري: الحاجز المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمته، وصالحت الأرضيين مع السمائيين وجعلت الاثنين واحدا. جه عشان يعمل الكلام ده كله. فتقول لك كده افرح كده وتهلل وآمن ان ربنا يسوع المسيح هو اللي جه وجعل الاثنين واحدا السمائيين والارضيين. عشان كده ينبغي له التسبيح، وينبغي له الايه؟ ينبغي له السجود. التسبيح والسجود، وينبغي انك تآمن بكده وتقول امين، ينبغي انك تفرح بكده وتقول هللو. ايه هللو؟ يا تقدم لنا المسيح اللي نقض العداوة، تقدم لنا المسيح الاله الحق الذي له كل السجود. فتقول تعالوا يا جميع الشعوب لنسجد ليسوع المسيح. من الذي ينبغي له السجود؟ الكتاب المقدس يقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. يبقى مين ده اللي بنسجد له؟ يبقى هو ده ربنا وإلهنا. وإحنا نقول ربنا وإيه وإلهنا، نؤمن إن ربنا يسوع المسيح هو الرب والإله، وهو الذي نقض إيه؟ نقض العداوة وزال العداوة كده ما بيننا وما بين الإيه؟ وما بين السماء. كده وبس؟ لا، يقول لك هذا هو نمرة ثلاثة، هذا هو الله مخلصنا ورب كل جسد. ده اللي فرحانين وهنسجد له ده وهنسبحه، ده مخلصنا، ده اللي جه وفرح قلبنا وادانا الخلاص، وادانا الخلاص. وزي ما معلمنا القديس بطرس الرسول قال: ليس بأحد غيره الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص. يبقى الكنيسة بتعلمنا وتقول لنا تعالوا نفرح بربنا وآمن ان هو ده اللي جعل الاثنين واحدا، هو ده الذي ينبغي له السجود، هو مخلص كل ايه؟ كل احد. نيجي نقول له طب ايه الاب والابن والروح القدس؟ ايه الحكاية دي؟ يقول لك لا، ده انت لازم تؤمن بالثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس، ثالوث في واحد وواحد في ثالوث، الاب والابن والروح الايه؟ القدس. الكنيسة تقدم لك عقيدة الايه؟ التثليث والتوحيد. وخدناها كده وتعلمناها من القديسين كده، ان ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، مش واحد زائد واحد زائد واحد، ولكن واحد في واحد في ايه؟ في واحد. قديس اثناسيوس ادانا مثلا الشمس مثلا، اتعلمنا في الكنيسة المثلث الثلاث رؤوس، ثلاثة في واحد ثالوث في واحد وواحد في ايه؟ في ثالوث. بنقولها للولاد الصغيرين الصباع ده، الصباع ده تلات عقلات ولكن صباع واحد، صباع واحد لكن تلات ايه؟ تلات عقلات. نقولها كده للولاد اللي بيعرفوا عربي: اكتب مثلا حرف سين، واحد يكتبه سين
في حرف بس كده واحد نقول له صح، واحد يكتب سين ي نون نقول له صح، س ي نون ديه 3 في 1، ولكن ايه من 3 حروف ولكن تتنطق حرف واحد اللي هو ايه، اللي هو السين. تعالوا يا احبائي اتمتعوا بألحان كنيستنا القبطية، كل لحن كده يقف قدامكم حطوا النقط ديت امامكم ودوروا فيها، اما تيجوا تقولوا اللحن تبقى فرحانين فرحانين انكم فاهمين اللحن. اللحن ده اما تعرف تاريخه تبقى فرحان، اما تعرف طقسه ومعاده بيتقال امتى وازاي يتربط بالمناسبة دي تبقى فرحان، اما تعرف الموسيقى اللي جواها دي القصد بتاعها ايه اكيد هتبقى ايه، اكيد هتبقى فرحان. اما تعرف البعد الروحي هو عاوز يدربك على ايه اكيد هتبقى فرحان. تعرف العقيدة اللي جواه اللحن اكيد هتؤمن بهذه العقيدة وعمرها عمرها عمرها ما تتشال من جواك. يعني يجي واحد يقول لي مثلا ايه يا ابونا ده ما فيش شفاعة، اقول له يا عم قديم ده زمان قلنا بشفاعة والدة الاله، قفلنا على الايه على الموضوع ده خلاص. تعالوا واتمتعوا خلال فترة صوم الرسل يا احبائي، او بالتحديد من عيد حلول الروح القدس لحد عيد الآباء الرسل الأطهار بلحن آسومين، متعوا بالحاجات الحلوة اللي موجودة كده وافتكروها دايما باستمرار. لإلهنا كل مجد وإكرام في كنيسته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها، آمين.